hemisphere is placed in a horizontal uniform electric field E as shown in the figure. If the flux through the curved surface اللي هو ده مدوني minus 0.3 نيوتن متر سكوير بير كولوم بيقول لي find the electric field E ومديني ال R ب 5 سنتيمتر. طبعا خطوط الالكتريك فيلد اللي بتعدي من الكيرفد سيرفيس نفسها اللي بتعدي من السيركولار سيرفيس نفس الشيء. الفاي بتساوي الاي في الاي في كوساين الثيتا. طبعا عارفين ان متجه الاريا العمودي على سطح الاريا الزاوية بينهم صفر وبالتالي كوساين بواحد. الفاي قال لي بماينس بوينت ثري والوحدة الاريا باي ار تربيع اللي هي بوينت او فايف تربيع. طالما احنا بنتكلم على السيرفس ده بين ده وبين ده الزاوية صفر، لكن بين الالكتريك فيلد وبين ده الاريا كده اتجاه الاريا كده، وبالتالي الماينس دي جت منين؟ ان الزاوية 180 درجة، الزاوية 180 درجة اللي هو بين المستوى ده العمودي عليها وبين الاي، فال 180 درجة تعمل ماينس، فالماينس ده هيضيع الماينس ده. ولكن احنا هناخد الاريا دي لان صعب ان احنا الاريا دي كل خطوط الالكتريك فيلد مش عمودية عليها، فناخد الاريا العمودية على الالكتريك فيلد. يبقى بين الاريا دي والاريا دي الزاوية صفر، بس احنا عايزين الاريا دي، فالعمودي عليها يعمل زاوية ماينس 180 اللي هي الكوساين بتاعتها بماينس 1 اللي هي هتضيع الماينس ده، هيضيع الماينس ده. والحساب بقى يدينا الاي طبعا نفس الاتجاه، الاي هيساوي اقسم ده على ده 0.3 تقسيم شيفت باي 0.05 تربيع، فطلع الاي 3.8.2 نيوتن بير كولوم.